الوعي به ضرورة صحية لحياة سليمة. مشاهدينا، يتجدد لقاؤنا معكم على شاشة الفضائية التربوية السورية لنتابع معكم كل ما هو جديد ضمن فقرات برنامجكم النادي الأخضر. لنتابع معا. يعد الغطاء النباتي الذي يغطي سطح الكرة الأرضية من أساسيات حفظ التوازن البيئي، فالنباتات الطبيعية التي تنمو من تلقاء نفسها تعد مصدراً غذائياً مهماً للكائنات الحية على وجه الأرض، كما هي مصدر لانبعاث الغازات المهمة للكائنات الحية. لهذه الأسباب تتأثر صحة البيئة المحيطة بنا بشكل واضح بالتغيرات المناخية على سطح الأرض، كما أن وجود غطاء نباتي من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي يبقي كوكب الأرض دافئاً بدرجة تكفي الحياة. ولكن انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تسبب بها الإنسان جعلت الغطاء أكثر سمكاً، بحيث تختزن السخونة ويؤدي إلى احترار عالمي. بهذا علينا أن نرفع من مستوى الوعي البيئي لأفراد المجتمع كافة، وأن نقلل من الملوثات قبل أن تنتشر في الغلاف الجوي مع استغلال الطاقة المتجددة. فعلينا دوما ابتكار الأفكار والأشياء التي تساعد على حماية البيئة لتكون صديقة لنا. صباح الخير يا حلوين. رجعنا معكم بيوم جديد وبنهار حلو ونشيط مثلكم. رح نبلش هلا فقرة الرياضة مع بعض ونبدأ الحماس كلياتنا مع بعض. جاهزين لحصة رياضة؟ تمام. وأنا كمان جاهزة. نبلش يلا. ايدينا لهون، هلا بنحطها، نعمل رجلينا مرة لفوق ومرة لتحت على رؤوس الأصابع، كمان على الهدى، على الهدى شوي. برافو. هلا بنأسرع أكثر شوي، كمان على رؤوس الأصابع، بننزل وبنطلع. هلا أكثر هيك، مشي مشي مشي. برافو عليكم. نحرك الإيدين مع الرجلين سوا. برافو عليكم. حلو. نشد الظهر شوي. هلا بنضل عم نحرك رجلينا بكل التمرينات، إيدينا لهون، نحرك الكتاف بشكل دائري مع الإيد. برافو. حلو. ايدينا لفوق مع السفة، رجلين كمان ما خلي الساعة يتحركوا. برافو. ننزل لتحت، لفوق مرة، كمان لتحت لتحت، أكثر أكثر أكثر، نطلع لفوق، كمان مرة لتحت، لفوق مرة، وجهي لهون. هلا برفع اجري مع تلمس كوع الايد، ماشي؟ ايدينا لفوق، واحد اثنين، برافو، ثلاثة أربعة، ظهري مشدود، خمسة ستة سبعة ثمانية، برافو عليكم، تسعة. ايد الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، برافو عليكم. ايديكم لفوق، ايدينا لفوق، خلينا لهون، لينا لهون، هلا هيك لهون، كمان اكثر 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 اكثر. وشكل عندي حبيبي. برافو. برافو يا ادوار. برافو. نطة لفوق، ايديكم لهون لهون، واحد اثنين ثلاث أربعة، مسك الإيدين مع رجلين، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد لفوق، لأن نلمس الأرض، واحد اثنين، واحد سفعة فوق، واحد اثنين ثلاثة، مع بعض ثلاثة، وين لمسة الأرض؟ لمسة الأرض لفوق مع بعض، ثلاثة أربعة خمسة ستة. هلا ايدينا لهون، رح نلف الجزء ظهري، رح لف ظهري، واحد اثنين ثلاث
أربعة للجهة الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هلأ لتحت مع الضغط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لفوق. إيدينا هلأ لتحت، حركة البندولية، منريح، نرخي إيدينا تماما. هلأ بناخد شهيق وزفير لفوق، كمان كمان مرة، يلا كمان لسه. يعطيكم العافية يا حلوين، رح نرتاح شوي ونبدأ فقرة جديدة مع بعض. تمام أستاذة لوريس، شو أهمية نبدأ نشاطنا اليومي بالنادي البيئي بالرياضة؟ حصة الرياضة مهمة لكل طفل عنا بالنادي البيئي، هي حصة إيجابية ترفيهية. كل الأطفال محببة عندهم حصة الرياضة، أو يعني كل التمارين، الأنشطة، المسابقات، هي عبارة عن تفريغ طاقة لإلهم. عم تعطيهم طاقة، عم تعطيهم فرح، سعادة، عم تنشط الجسم، عم تعطيهم طاقة ليضلوا مكفيين نهارهم بنشاط وسعادة. مرحبا يا حلوين، شو اسمك؟ جولي. جولي بتحبي الرياضة؟ ايه. ليش بتحبيها للرياضة؟ للأطفال. إيه ليه بتحبيها؟ للأطفال بيكونوا مستمتعين بالرياضة. إيمان بتحبي الرياضة؟ إيه. ليش بتحبيها؟ لأنها بتنمي العقل بتنشط الدورة الدموية. حلا بتحبي الرياضة؟ إيه. ليش طيب؟ لأنها بتعطينا نشاط ولياقة وبتزيد من الحيوية. ميرا بتحبي الرياضة؟ كتير. ليش بتحبيها؟ بتعطي نشاطات. تمام. بتحبي الرياضة؟ اي. ليش؟ بتعطي مناعة. ليلى بندقجي. ليش بتحبي الرياضة؟ بتقوينا وبتعطينا نشاط، مشان هيك بنلعبها. يتزعد كل أوقات فون وكل دقيقة بنشوفكم فيها عنا بنادي البيئيين الصغار. اليوم فقراتنا كتير حلوة وكتير متنوعة، واليوم حنجيب لكم شيء اسمه رصد فلكي. طيب كيف نحن بنستقبل ضيوفنا؟ مين بيقول لي؟ ولا كلياتنا مع بعض؟ يلا سمعونا هيك صيحة حلوة لضيوفنا اللي هلا حنستقبلهم من الرصد الفلكي. واحد اثنين ثلاثة. برافو عليكم. ونحن بدورنا يا ريتك تتفضل معنا الاستاذه يلي هلا حتعطينا هالمعلومات يلي كثير تشوقنا لنعرف شو يعني الرصد الفلكي. تفضلي يا استاذه. صباح الخير. كيفكم اليوم؟ نزلنا على درس للرياضه؟ ايه. شوبنا؟ ايه. كثير ولا شوي؟ شوي. طيب قبل ما نحكي عن الشوب انا وياكم رح نحكي مين انا؟ انا شو اسمي؟ انا اسمي تركية جبور، وديت مشروع الفلكي الصغير بالجمعية الفلكية السورية. سمعانين بالجمعية الفلكية السورية؟ شو سمعانين عنا؟ هاتوا لشوف قولولي مين نحن الجمعية الفلكية السورية؟ شو بنعمل؟ شو بنشتغل؟ شو رأيكم؟ شو تفضلي؟ بنقدم معلومات للأطفال وغير هيك. مين فيكم شي مرة رايح معنا ونحن عم نطلع على هلال شهر رمضان؟ حدا فيكم راح معنا شي مرة؟ تفضلي. شو؟ شفتي القمر. برافو عليكي. تفضلي. شفت الشمس. برافو عليكي. معناتها نحن عنا بالجمعية معلومات كتير حلوة
عنا رصد فلكي، في عنا تلسكوبات، بنحط هاي التلسكوبات وبنطلع على الشمس، بس ما بنطلع على الشمس دغري بالتلسكوب، بنحط فلتر حتى نطلع عليها، بنطلع على القمر. الجمعية الفلكية السورية هي جمعية علمية. طيب نحن شو هدفنا؟ ليش عملنا هاي الجمعية؟ نحن مشان نهتم بكل الناس اللي بيحبوا علوم الفضاء والفلك. شو هي علوم الفضاء والفلك؟ هلا نحن في عندنا مشروع بالجمعية اسمه الفلك الصغير، هذا المشروع كرمال نحن نهتم بالأطفال الصغار اللي تقريبا من عمركم من عمر 4-5 سنين ل 18 سنة، أنتم بتضلكم أطفال بقانون حقوق الطفل ليصير عمركم 18 سنة. خلينا نروح على الصورة اللي بعدها. أنا سألتكم أنتم مشوبين ولا لا، صح؟ مشوبين هلا؟ حاسين بشوب؟ هلا هون في برود وفي مروحه، فنحن ما شوبنا، بطلنا مشوبين، بس لما لعبنا رياضه وكنا جايين لهون كان في شوب ولا لا؟ كان في شوب. يا ترى هالشوب شو سببه؟ شو ليش الارض هلا مو نحن شفت انا قبل شوي انسي من الانسات ماسك المروحه وعم تعمل هيك عم تهوي مثل الارض، الارض مشوبه. يا حذركم ليش الارض مشوبه؟ لانها متغطيه. لا شو متغطيه؟ برافو عليك متغطيه، بس بشو؟ بالبطانيه. لا هاي الصورة الأرض متغطية بالبطانية، بس شو اللي بغطيها للأرض؟ في شيء؟ تفضلي. لا الغيوم. لا برافو. شو اسمك؟ حلا. حلا برافو يا حلا، الأرض فعلا متغطية، الأرض بغطيها شيء اسمه الغلاف الجوي، بيحيط فيها للأرض. لو ما كان الغلاف الجوي موجود تخيلوا هيك كانت حتكون الأرض. أول شيء رح أحكي أنا وياكم كواكب مجموعتنا الشمسية، كم كوكب بمجموعتنا الشمسية؟ تفضل. سبعة. سبعة. برافو. أنت شو؟ ثمانية. برافو. أنت مين بيقول؟ أنت تسعة. ثمانية. تسعة راح. تسعة راح، برافو، أحسنت، جيد جدا، زقفون ولتين. اللي قالوا عدد كواكب مجموعتنا الشمسية تسعة، لحظة هلا نصحهم يحكوا، واللي قالوا عدد كواكب مجموعتنا الشمسية ثمانية كمان صح، لأنه قال تيم إنه الكوكب تسعة راح. طيب لوين راح كوكب تسعة؟ الكويكبات. لحظة هلا الكوكب بلوتو طلع من المجموعة كان عم يدور غلط. إيه برافو، كملي كملي كملي، برافو عم تحكي صح، كملي. انفجر. انفجر لا. تفضل. انفجر لانه صغير فلما شالوه من المجموعة. هلا شالوه كبوه مسكوه هيك راحوا قالوا له تنكب انت بطلت، شو عملوا فيه؟ راح لعند شو؟ سموه كوكب شو يا حذركم؟ لا لا بلوتو، بس شو سموه كوكب شو؟ متجمد. لا سموه كوكب قزم. قال بلوتو نحن مجموعتنا الشمسية كانت قبل عام 2006 بتذكر، أو قبل 2016 ماني متذكر التاريخ كتير منيح، كانت قبل 2006 شمس وثمان كواكب أو تسع كواكب، في عنا كوكب صغير اسمه بلوتو، كنا ندرس بالمدارس إنه بلوتو هو الكوكب التاسع. قال إجوا هيك مجموعة من العلماء مثلكم قعدوا تشاوروا كشفوا مجموعة أجرام جديدة عم بتدور بعد بلوتو، فكل واحد فيهم قال أنا اكتشفت كوكب عاشر، أنا اكتشفت كوكب عاشر، حملوا وراقوا وراح على الاتحاد الدولي للفلك، قال لهم تعالوا يا اتحاد دولي يا فلك أنا اكتشفت كوكب عاشر، قالوا كيف اكتشفت كوكب عاشر؟ هيك صارت المجموعة الشمسية فيها شمس وشي 15 كوكب، قال لازم نحن نرجع نعرف الكوكب من أول وجديد، قال كيف شو بدنا نعرف الكوكب؟ قال هو عبارة عن كل جرم شكله كروي أو بيضوي مثل ما نحن عم نشوفه هون، تمام؟ هذا هو وعم بيدور حول النجم تبعه، عندنا هون الكواكب شايفينها عم بدور حول الشمس، صح؟ هون بلا بلوتو، اعتبروا بلوتو كوكب قزم لأنه مثل ما قالت رفيقتنا إنه حجمه صغير ومداره حول الشمس مو مدار ثابت، مرة مثل باقي الكواكب، قال مرة بيقرب لعن نبتون ومرة بيبعد، فاتفقوا العلماء لأنه حجم هذا الكوكب صغير وكتلته صغيرة مو قدران ينض في المنطقة اللي حواليه، قال الكواكب لازم تكون تقيلة إلى كتلة، لازم تكون وازنة، يعني أنا إذا بحطها على الميزان تكون تقيلة، فلازم تنضف المنطقة اللي حواليها. شو يعني تنضف حواليها؟ قال أي حجرة موجودة حواليها إلا تعي لعندي، تعي دوري حولي، فبلوتو قال صغير ما بيقدر يعمل هذا الشيء، رجعوا العلماء قال نحن ما رح نزعل بلوتو، حنسميه كوكب قزم، سمعانين اللي بيبيض الثلج والأقزام السبعة؟ قال
جابوني لبلوتو رفقات، اربع رفقات، وسموهم هدول الكواكب القزمي. بعدين صورة البعض يا استاذي لو سمحتي، نجي لعند الارض. الارض اي كوكب؟ شو ترتيب الارض بالنسبة للشمس؟ تفضل. برافو عليك، الثالث. مين بيقول غير هيك؟ صح يعني عم يحكي. شو اسمك؟ هادي. عم بيقول صح. مين اول كوكب اقرب كوكب للشمس؟ نرجع يا استاذي شوي. مين اول كوكب؟ تفضلي. برافو. ثاني كوكب؟ مين ثاني كوكب؟ زهرة. 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 برافو عليك. مين الكوكب الثالث؟ شو؟ الارض. برافو. الكوكب الرابع؟ مريخ. الخامس؟ تفضل. شو؟ مشتري. الكوكب السادس يا تيم؟ برافو عليك. الكوكب السابع؟ حلا. لا، زحل. اورانوس. بعد اورانوس مين عندي؟ تفضلي. نبتون. عندنا صاروا 8 كواكب بمجموعتنا الشمسية. طيب انا بدي اشوف يا ترى الارض كتير بعيدة عن الشمس ولا بس شوي؟ قد ايه بتتخيلوا الارض بعيدة عن الشمس؟ قد ايه؟ برافو عليك. تقريبا 147 مليون كيلو متر. تقريبا بنقول 150 مليون كيلو متر الارض بعيدة عن الشمس. بس هالمسافة البعيدة هاي يا ترى الارض حتكون دافية ولا لازم تكون باردة؟ يعني نص نص. هي لما تصير الشتاء بتكون بعيدة شوي عن الشمس، لما تصير الصيف بتقرب من الشمس. هاي الافتراض هو افتراض مو صحيح، لانه لحظة، لانه نحن عندنا بفصل الصيف. تخيلوا هلا مو نحن بالصيف، فنحن كثير عالم بتفكر انه احنا هلا بالصيف شوب كثير، لانه الارض كثير قريبة للشمس. وبالشتاء بيفكروا انه كثير برد، لانه الارض بعيدة عن الشمس. لا، هو العكس. بالصيف باول شهر 7 تقريبا كانت الارض بأبعد نقطة لها عن الشمس، وبينما بالشتاء بالشهر الاول، بشهر كانون الاول الثاني، كانت بأقرب نقطة لها عن الشمس. بس يا ترى ليش احيانا نحن بنحس ببرود كثير وبشوب كثير؟ قال لانه الارض في لها محور دوران، محور الدوران هذا مائل، بالتالي ضوء الشمس اللي عم يجي على الارض عم يتغير الزاوية اللي عم يوصل فيها. مشان هيك مناطق بتكون فيها الحرارة كثير عالية، مناطق بتكون فيها منخفضة. نرجع لهون، شايفين؟ هوني بتكون انت قريت 147 من هون. هوني عندنا الشمس بأبعد شيء بتكون 152 مليون كيلو متر، وأقرب شيء بتكون 147 مليون كيلو متر. الصورة اللي بعدها أستاذي. قالت رفيقتنا، قالت حلا، في شيء بيغطي الأرض. اللي بيغطي الأرض هو الغلاف الجوي. بس يا ترى شو فائدة الغلاف الجوي؟ تفضل. يعني قربت شوي. تمام. لحظة، شو كنت بدك تقول؟ بيحمس الأكسجين. مين كمان؟ طيب شو؟ جاذبية أرضية. لا، غير هيك. هلأ لقلكم أنا مشان ما كتير نحن ناخد وقت عن الوقت المخصص لإلنا، وأعطيكم كل المعلومات اللي أنا حابة أعطيكم إياها وتستفيدوا منها. الغلاف الجوي هو بحيط بالأرض. الأشعة الشمس يا أستاذي بعد إذنك، شوفينا الصورة اللي بعدها، كمان اللي بعدها بنرجع لهاي واللي بعدها. تمام. عندي بهاي الصورة الأشعة الشمس بتجي على الأرض. تمام. قال هذا الغلاف الجوي شو بيجي بيعمل؟ بيخبي جزء من أشعة الشمس جوات الغلاف الجوي للأرض. قال ليش؟ لأنه إذا كل الأشعة الشمس اللي إجت لعنا لجوا ارتدت ورجعت لبرا، فالأرض حتكون جليدية، حيصير فيها برد كتير. قال لا، الغلاف الجوي بيحتفظ بجزء من ضوء الشمس وبيخلينا، بيعمل لنا شيء اسمه الدفيئة الزجاجية. نرجع يا أستاذي على الصور اللي قبله. سمعانين بشيء كمان واحد يعملي معروف؟ سمعانين بشيء اسمه هدول مشان الزريعات؟ سمعانين بالبيوت الزجاجية أو البلاستيكية؟ سمعانين فيها. وكلنا بالصيف بنشتري خضروات بتنزرع بالشتاء، كلها بسبب شو؟ البيوت البلاستيكية. قال ليش؟ لأنه البيت البلاستيكي شو بيعمل؟ شو يا؟ بدها شوية دفء. ونحن بالشتاء مثلا البندورة امتى بنزرع بتتاكل؟ هي موسمها امتى؟ صيف ولا شتاء؟
صيفية صح؟ البندورة صيفية، البطيخ نحن بنلاقيه بالصيف ولا بالشتاء؟ بالصيف. بس يمكن إذا تتذكروا الشتوية الماضية أنا مرقت من عند كم محل شفتهم حاطين بطيخ. طيب كيف زرعوا بطيخ بالشتاء وهو ما بيطلع؟ كيف استفاد من شو؟ برافو عليكم، استفادوا من البيوت البلاستيكية. بيجي ضوء الشمس الصورة اللي بعدها منها أستاذي بيفوت على هاي البيوت البلاستيكية بيحفظ لي الحرارة جوا، بالتالي بتكبر النباتات وبتكبر المزروعات وإحنا فينا ناكل أي شيء من اللي بنزرعه بالشتاء. بعدين منها قلنا كيف بيحتفظ بالحرارة. عندنا الغلاف الجوي اللي بتكون من عدة طبقات، تمام؟ عدة طبقات لغلافنا الجوي، تمام؟ وبعدين منها عملي معروف، لكن هذا الغلاف الجوي المسكين في اشياء نحن البشر بنستخدمها بتساهم بالاحتباس الحراري. سمعني بالاحتباس الحراري؟ شو هو الاحتباس الحراري يا حزرك؟ هات لشوف شو. طيب انا حاسال سؤال ثاني، لما نحن بنتنفس ليش نحن عم نعيش على كوكب الارض؟ شو مميزات كوكب الارض؟ ليش نحن ما رحنا نعيش على المريخ؟ تفضل. لانه المريخ ما في يعني هواء. ما في هواء. شو في؟ ما في نباتات. شو كمان؟ ما في يوطا. نحن بحاجة معناتها إلا نزرع على المريخ، بدنا شروط تتوفر عليه مثل الأرض. تفضلي. ما فيه ما. هلا المريخ ما فيه مياه سائله، لكن فيه نسبه كبيره كثير من المياه المتجمده، كلها عباره عن جليد تحت سطح المريخ، لكن مياه سائله لانه بعيد عن الارض، والمريخ غلافه الجوي كثير رقيق، يعني ما عنده غلاف جوي مثل الارض، وبعده عن الشمس، فهذا ما بيخليه يحتفظ بالحراره مثل كوكبنا الحلو الارض. للاسف هلا نحن عم تشوفوا قد ايه عم ندمره. سمعتوا اليوم بالحرائق اللي صارت باللاذقية؟ سمعتوا فيها؟ ومن كم يوم الحرائق اللي صارت بحما؟ وكمان صار حرائق بالجزائر وباليونان، وهي الحرائق عم تكون كتير مضرة للبيئة، كلها عم تطلع غاز، إذا سمعانين بغاز ثاني أكسيد الكربون، سمعانين فيه؟ الفكرة إنه نحن لما بدنا نتنفس، تمام؟ أو لما صارت فترة الكورونا، بتتذكروا؟ فترة الكورونا صارت في كتير عالم صار عندهم مشاكل بالتنفس، صح؟ شو كنا نجيب لحتى يقدروا يتنفسوا؟ شو نحط لهم؟ شو نحط لهم؟ رذاذ. هذا شو فيه؟ أكسجين. أكسجين. نحن بحاجة لحتى نعيش لشو؟ للأكسجين، تمام؟ قال نحن بناخد غاز الأكسجين، لما بنطرح غاز بداله بالتنفس شو الغاز اللي بنطرحه؟ ثاني أكسيد الكربون. برافو عليكم. قال ثاني أكسيد الكربون هو الغاز الأكثر شيء بيأثر بالدفيئة، هو الغاز اللي بتطلقه المعامل. نحن بنستخدم المعامل والمصانع، صح؟ بدنا كهرباء، لازم نشغل مولدة المولدة لحتى نحن نشغل الأضوية لنشغل المروحة، معناتها بدنا مازوت، بدنا وقود. ماما إذا بتشوفوا لما ماما بتروح شي مشوار وبتروح بتعمل هيك شعرة وبتروح على العرس، مو بتحط له سبراي وكذا؟ هذا مو بهذا البخاخ. تتخيلوا انه هذا البخاخ كثير بضر بالبيئه، فيه غازات بتضر بالبيئه وبتساهم بغازات الدفيئه. السيارات كل هاي الغازات مثبت الشعر. طيب نحن بحاجه ايضا لسمادات، السماد اللي بنستخدمه لحتى تطلع النباتات وتكبر بسرعه، صح؟ كمان السماد فيه غازات بيتم اطلاقها هي بتضر بطبقه الاوزون. المشكله قال هاي الغازات هي مفيده بس لحد معين، قال بس لما تكتر كثير يا استاذي، خلينا نشوف الصوره البعد منها، فهي صارت هاي الدخان كمان البعد منها كثير مضره. شايفين دخان السيارات؟ قال هاي كله ثاني اكسيد الكربون، كله عم يضر بالبيئه، عم يزيد ارتفاع الحراره. شوفوا هاي الحرائق تبع امبارح باللاذقية، يا حرام قديش نحن عنا، قديش نحن عنا طبيعة حلوة. إذا بنروح على اللاذقية وطرطوس على كسب على مشقيتة، في عنا كتير غابات حلوة، عنا كتير خضار، وعنا كتير أماكن حلوة، وعنا آثار حلوة بهالبلد، كلنا لازم نحبها وندير بالنا عليها. للأسف عم تحترق. شايفين؟ شايفين كيف عم تحترق هاي الغابات؟ كلها عم يساهم فيها ارتفاع درجة حرارة الأرض. بعدها أستاذي كمان، هلا شايفين هون المنطقة الأولى، الصورة الأولى حطلنا إنه هي ب 12 تموز، الصورة الثانية ب 17 تموز، شايفين الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ شايفين الأولى كيف كلها أخضر؟ شايفين الثانية بعد الحرائق كيف؟ قال هاد كله عم يأثر علينا على الأرض بعد أستاذي، وعم يرفع لنا درجة الحرارة. قال طيب شو سبب الاحتباس الحراري وارتفاع يا حزركم درجة حرارة الأرض؟ شو سببها؟
غير لا مو الغلاف الجوي، شو سببها؟ نحن البشر شو عم نعمل ممارسات خاطئه يا حذركم؟ مين عم يستخدم؟ برافو عليكم. دخان والمداخن وغيره كمان، شو نحن عم نعمل؟ حرق القمامة والأشجار. يعني هلا أنا إذا أكلت بسكوتي أو علبة كيس شيبس صح إني كب بالطريق؟ ما بتشوفوا كتير عالم، ما بتشوفوا كتير عالم بتكب بالطريق؟ هذا التصرف صح؟ لا. إحنا شو لازم نعمل؟ نحن لازم نوعي العالم اللي بتكب بالطريق. بعض منا أستاذي شايفين كمان في عنا شيء نستخدمه على طول، البلاستيك. بتعرفوا البلاستيك صح؟ البلاستيك نحن عم نستخدمه على طول، بس هذا الشيء مثل ما له فوائد له مضار. ليش؟ لانه نحن عم نكبه، او كثير ناس، انا ما بكب الارض وما بكب الطريق وما بستخدم اكياس بلاستيك، وبيضحكوا علي لما بفوت بدي اشتري شيء انا باخذ كيسي معي، بيقولوا لي انت صديقه البيئه. بقول لهم ايه انا صديقه البيئه، لانه كيس النايلون هذا اللي نحن عم نكبه بالبحر عم يقتل ثروه السمكيه الموجوده بالبحار. هذا الشيء ما بيتحلل بسهوله، بده ملايين السنين ليتحلل. شوفوا شايفين هاي الغازات اللي حكينا عنها كلها عم بتضر بالارض وعم تسبب ارتفاع درجه الحراره كمان. طيب نحن هون اليوم بعد ما حكينا على الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الأرض، وأنا كنت بدي أحكي لكم على الفلك، بس لما لقيت عم بيصير حرائق والحرارة كتير عم ترتفع وكلنا عم نشوب، قلت نحن بنادي بيئي لازم نشوف نحن شو دورنا كشباب صغار، نوعي أهالينا ونقول لرفقاتنا اللي معنا وأصدقائنا وأقاربنا أنه نحن شو دورنا، لازم ندير بالنا على البيئة. أول شيء شو لازم نعمل يا حذركم؟ بدنا نزرع، دائما نضل نزرع، كل شيء عم يتقطع، كل شيء عم يحترق بدنا نزرع محله. كثير حلو نحن نجيب قنينه فاضيه نحط فيها شويه تراب ونزرع عنا بالبيت اي شيء، صح؟ هذا الشيء كثير حلو، بنشرب فنجان قهوه ظريف معهم وبننبسط. شو كمان فينا نستخدم؟ شو شايفين لي بهالصوره؟ برافو عليكم، الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. هاي الطاقات اسمها الطاقات النظيفة، الطاقة النظيفة أو الطاقة البديلة اللي هي عبارة عن طاقة الشمس، طاقة الرياح، وطاقة الماء. طاقة الماء سمعانين بسد الفرات؟ قريتوا عن سد الفرات؟ سد الفرات هو بيولد لنا الكهرباء، صح؟ نحن عم نستفيد من طاقة المياه لتوليد الكهرباء. شوفوا قديش مهمة الخلايا الشمسية، عم تاخذ لي ضوء الشمس عم تحوله لطاقة كهربائية. رواد الفضاء بمحطة الفضاء الدولية ما عندهم شريط كهرباء يوصلوه من الأرض للفضاء، على شو بيعتمدوا لحتى تشتغل المحطة؟ على الطاقة الشمسية. بعد منه آخر شيء نحن شو لازم نعمل؟ كتير نهتم بالأرض مثل ما حكينا، نزرع، ندير بالنا كل يوم، نحاول نخلي الغطاء الأخضر عنا معبي الأماكن. ليش؟ لأنه الغابات هي بتعتبر رئة الأرض. نحن البشر، نحن الناس، فينا نتنفس بلا الرئة تبعنا؟ لا. إذا صار في عنا شوية التهاب نحن بحاجة نروح على الدكتور، صح؟ ليعطينا دواء مشان الرئة تصير منيحة لنقدر نتنفس، وإلا بنموت. والأرض نفس الشيء، الأرض كتير بحاجة للغابات، لأنه الغابات والأشجار هي رئة الأرض، هي بتاخذ من الجو غاز ثاني أكسيد الكربون وبتبدل لي إياه بعملية تركيب الضوئي، صح؟ فنحن لازم شو نعمل؟ كلنا سوا يا أستاذي شو نعمل؟ نكون إيد بإيد لحتى ندير بالنا ونفرز القمامة. يعني مثلا أنا ما كب البلاستيك مع الورق مع البطاريات مع هدول بدير بالي فيهم، لأنه كل شيء برجع أنا بعمله إعادة تدوير. سمعانين بإعادة التدوير؟ برجع بعمله إعادة تدوير. بعدها كمان وكلنا شو لازم نعمل؟ شو لازم نعمل؟ نمسك ايدين بعض. يعني ما لازم حدا يقطع شجرة، ما لازم نكب الطريق. يعني انا اذا شفت حدا كب الطريق ممكن انا اروح قيم الورقة وقول له لو سمحت كبها بسلة الزبالة. نحن دورنا هلا، نحن شباب صغار، نحن شاطرين، نحن هلا في بايدنا شيء كتير مهم اللي هو الموبايل. كلكم عم تستخدموا الموبايل صح؟ عم يسمحوا لكم اهاليكم تفتحوا الموبايل. نحن بنتفرج على شيء مفيد لنا، على شيء ساعدنا، على شيء مفيد للبيئه. انتم بنادي بيئي، نحن كيف بدنا نحافظ على هي البيئه
وانا بعزمكم ان شاء الله والاستاذه ميرفت تروحوا لعنا. هلا اليوم كان بس نحكي نحن عن اهميه البيئه، الاحتباس الحراري والشوب اللي عم نعيش فيه. هلا نحن كثير مهم انه ندير بالنا ما نكب شيء بالارض، تمام؟ ننتبه اي شيء، شايفين قطعه الازازه الصغيره اللي بنستخدمها احيانا او بلاستيكي ممكن نزتها بالارض، يكون انا في عندي عشب يابس من غير ما انتبه على اشعه الشمس القويه، لانه هي بتعمل مثل عدسي عاكسي، بتاخذ اشعه الشمس ممكن تعمل لي حرائق. نحن لازم كثير ننتبه، كثير ندير بالنا. وانا بدي اقول لكم كثير مبسوطه لاني شفتكم اليوم، لاني تعرفت عليكم، واذا في عندكم اي اسئله حطوها اعطوها الاستاذه ميرفت ونحن بنجاوب عليها، او لما اشوفكم بالمرصد الفلكي بندور وبنجاوب عليها كلنا سوا، وان شاء الله بنزرع بنزرع نباتات مع بعض. هلا الفكرة انه هي فكرة نحن نعمل كجمعية، نعمل نشاطات يكون لنا بصمة بتعليم الاطفال، انه انت كنادي صيفي، نحن هون بمديرية البيئة، النادي الصيفي البيئي للاطفال، نحن نحاول هدول الاطفال خلال هاي الفترة، في فترة العطلة الصيفية او حتى بالعطلة الانتصافية، نعمل لهم شيء مفيد، يعني هن خلصوا مدرسة نحاول نعلمهم اشياء مفيدة. نحن كجمعية دورنا تعليم علوم الفضاء والخلاك، ترغيب بهاي العلوم، الرصد الفلكي، نشر التلسكوبات. انا احكي للاطفال شو في بالسماء، انا بشوف القمر مثلا، احيانا في طفل بيسالك ليش القمر عم يمشي معنا ونحن عم نمشي، مثلا بنحكي عن النجوم انه شو بنشوف بالسماء من نجوم، بنحكي يعني شويه عن علوم الفضاء والفلك. في كثير عالم للاسف في فكره عند الاهالي انه علوم الفضاء والفلك هي تنجيم وابراج، في بعض الاطفال بيجوكي انه علوم الفضاء والفلك هي ابراج، نحن بنحاول نصحح هاي الافكار المغلوطه عند الاطفال. لأن احنا اليوم حكينا عن أهمية علوم الفضاء والفلك بالحفاظ على الأرض، حكينا عن ظاهرة الاحتباس الحراري، نحن هاي الفترة عم نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة كتير كبيرة، ليش سبب ارتفاع درجات الحرارة؟ حكينا عنها مع الأطفال، سبب احتباس الحراري غازات الدفيئة، نحن البشر بشو عم نساهم؟ شو دورنا نحن كبشر لحتى نحافظ على الأرض؟ فنحن فعلا معكوس الخطر بلش يرن، شو دورنا؟ لازم نوعي الأطفال، لازم نهتم بالبيئة، لازم ندير بالنا على البيئة، لازم نحافظ على الأرض من خلال عدة وسائل، أبسط شيء مثلا حكينا نحن الأطفال تدوير المواد، تدوير القمامة، عدم رمي القمامة، عدم قطع الغابات، زرع الأشجار، هاي طبعا بنطالب فيه وبشدة انه نحن نحاول نزرع دائما، لانه للاسف كثير في عندنا هلا حرائق، في عندنا قطع للأشجار، قطع الجائر للأشجار، الأشجار والغابات هي رئة الأرض، لازم نهتم فيها. اشتغلنا على هذا الموضوع مع الأطفال، توعية لهم لحتى يوعوا غيرهم وحتى يوعوا أهاليهم. وصلنا معكم إلى نهاية فقراتنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتميز نادي الأخضر. إلى اللقاء.